السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. في عندنا بقى كده هو أنا عامل لكم جدول حلو قوي يا جماعة للبارا سمباثيتك جانجليا اللي في الهيدند نيك. هنبتدي بجانجليون اسمها سفينو بالاتاين جانجليون. فين السفينو بالاتاين جانجليون دي؟ كلهم طبعا كل الباراسمباثيتك جانجليا دي فيري سمول جانجليا، والسفينو بالاتاين جانجليون دي بالذات موجوده في التريجو بالاتاين فوسا، متعلقه من المجزيلري نيرف اللي هو النيرف اوف ذا تريجو بالاتاين فوسا بتو روتس. فدي السفينو بالاتاين جانجليون متعلقه اهي للمجزيلري نيرف بتو جانجليونيك برانشز في الفوسا الشهيره اللي اسمها تريجو بالاتاين فوسا. كل باراسمباثيتك جانجليا من دول يا جماعه بيكون رايح لها ثلاثة روتس، وطبعا أهم روت وأهم حاجة الباراسمباثيتك، يعني دي حتى اسمها بارا سمباثيتك جانجليا إن ذا هيد أند نيك. فالباراسمباثيتك جانجليون بقى دي اللي اسمها سفينو بالاتاين جانجليون، إيه حكاية بقى الباراسمباثيتك فايبرز بتاعتها؟ طبعا تبتدي القصة زي ما احنا عارفين بالبري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز اللي موجوده فين؟ الباراسمباثيتك فايبرز اللي رايحه للسفينو بالاتاين جانجليون دي يا جماعه بتطلع من جانج نيوكليوس في السي ان اس اسمها السوبيريور سليفري نيوكليوس. الفايبرز دي الباراسمباثيتك بري جانجليونيك فايبرز دي بتطلع في نيرف اسمه نيرفس انترميدياس، وده روت من الروتس بتاعت الفيشيال نيرف، فطلعت من الجزء ده من البرين ستيم اللي اسمه البونز السوبيرو سيريبال نيوكليس دي في البونز. البرين ستيم طبعا عندنا يا جماعه ثلاث اجزاء، مظله بونز ميد برين. فاحنا هنا عندنا السوبير سليفري نيوكليس في البونز، طالع منها البري جانجليونيك فايبرز، تطلع من البونز في النيرف رود ده اللي اسمه نيرفس انترميدياس اللي هو واحد من الاجزاء بتاعت الفيشيال نيرف، ويمشي مع الفيشيال نيرف بيخش في الانترنال اوديتوري ميتس عشان يمشي في الفيشيال كناري اللي موجوده في ميدل اير. في الفيشيال كنال هنا هون الفيشيال نيرف بيكون فيه جانجليون عامله زي ركبتك، بيتقال عليها جينيكيوليت جانجليون. هنا البري جانجليونيك باراسمباثيتك فايبرز دي بتروح سايبه الفيشيال نيرف والجينيكيوليت جانجليون دي في نيرف اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزال. طبعا اول ما تسمع جريتر سوبرفيشال بتروزال على طول رحت فاكر ايه؟ واحنا بناخد في السكال كان في الانتيرور سيرفيس اوف ذا فيتراس بارت اوف تيمبورال بون، كان في خرمين هنا هون بيؤدي الى كده هون حفرتين تو جروفز، كان في هياتس فور ليسر سوبرفيشال بتروزل وده ما يخصناش. دي بقى الحق ايه الخرم دون اللي هو بقى هياتس فور جريتر سوبرفيشال بتروزل، ويطلع يمشي النيرف دون بقى في الجروف بتاعته رايح في اتجاه ايه؟ ماشي فورورد اند ميديالي في اتجاه الفورامين لاسيرام عشان يعدي في الفورامين لاسيرام اللي هو ده.
ده البيزوف سكال اهو يا جماعه، وده الفورامين لاسيرم، بيروح معدي الجريتر سوبرفيشال بتروزال في الفورامين لاسيرم. هنا بقى بيبقى جويند بنيرف اسمه ديب بتروزال نيرف. ديب بتروزال نيرف هنعرف ده عباره عن ايه كمان ثواني. اول لما الجريتر سوبرفيشال بتروزال بيتحد مع الديب بتروزل اهو بيكون نيرف اسمه نيرف تو تريجويد كانال او فيديانز نيرف. طبعا حيث ان هو نيرف اسمه كده هو نيرف تو تريجويد كانال، يبقى هيمشي فين؟ هيروح ماشي في تيريجويد كانال، ده الفتحه هي بتاعه تيريجويد كانال اللي احنا شفناها مع بعض في البيزو سكال. هتمشي الفيديان نيرف داون اللي هو نيرف تيريجويد كانال، هيمشي في التيريجويد كانال. عايز يوصل لفين؟ التيريجويد كانال دي بتوصل لفين؟ التيريجويد كانال دي بتوصلك للتريجو بالاتاين فوس، ويبقى الفايبرز دي اللي هي بري جانجليونيك بارا سمباثيك فايبرز اللي ماشيه في الجريتر سوبرفيشال بتروزل مع الديب بتروزل اللي هنعرفه كمان شويه ده ايه ده، وصلوا للايه؟ للتريجو بالاتاين فوس. وفي التريجو بالاتاين فوس هيلاقوا بقى مين؟ السفينو بالاتاين جانجليون عشان يعملوا ريلي فيها. اول لما بيحصل بقى ريلي في السفينو بالاتاين جانجليون البوست جانجليونيك فايبرز هتروح فين؟ البوست جانجليونيك فايبرز هتبقى ديستريبيوتد along the branches of the ganglion branches of السفينو بالاتاين جانجليون. البرانشز بقى بتاعت السفينو بالاتاين جانجليون ده هي رايحه فين؟ رايحه الاوربت، عشان في الاوربت في اللاكريمال جلاند عايزين نوصل لها، فدي باراسمباثيك سكريتوري فايبرز للاكريمال جلاند. وبعدين كمان هتوصل البوست جانجليونيك فايبرز دي لكل الجلاندز اللي موجوده في نوز وفي جارتنا اللي تحتينا البلد وفي جيراننا اللي ورا اللي هو الفارينكس. البوستنج انجليونيك فايبرز دي ان ديستريبيوتد along the branches of sphenobalatine ganglion to orbital branches, nasal branches, palatine branches and pharyngeal branches عشان تروح تغذي الجلانز دي كلها في المناطق دهي. ده اول روت اللي هو الباراسمباثيك روت بتاعنا. نيجي بقى للسمباثيك روت. ايه السمباثيك روت؟ المفروض في بليكسس اوف بوست جانجليونيك فايبرز. بوست جانجليونيك سمباثيك فايبرز. محوطه ال internal carotid artery. من البليكسس دون بتطلع البري البوست جانجليونيك سمباثيك فايبرز بشكل نيرف اسمه ديب بتروزل. عرفت بقى ايه هو الديب بتروزل؟ ده بوست جانجليونيك سمباثيك فايبر اللي اتفقنا ان هو هيعمل جوين مع مين؟ مع الجريتر سوبرفيشال بتروزل، عشان الجريتر سوبرفيشال بتروزل مع الديب بتروزل بيعملوا النيرف تيروجويد كانال اللي هو الفيديانز نيرف ده هو. واتفقنا طبعا دول بقى هيمشوا فين؟ هيمشوا في التيروجويد كانال مع بعض، يوصلوا للتريجو بالاتاين فوسا، وفي التريجو بالاتاين فوسا هيوصلوا للاسفينو بالاتاين ابتدوان جانجل. طبعا اكيد السمباثيك فايبرز دي البوست جانجليونيك دي بوست جانجليونيك سمباثيك مالهاش علاقه خالص بالجانجليون، فبتعدي الفايبرز دي في السفينو بالاتاين جانجليون وزاوت ريلي، وتروح معديه برضو along the branches
along the branches اللي رايح على الاوربت والنوز والبلت والفالكس. بس طبعا السمباثيتك فايبرز دول بقى مش رايحين للجلاند، دول رايحين لمين؟ رايحين للبلود فيسلز. بلود فيسلز وللجلاندز، بس هو المين اكشن بتاعها مش على الجلاند السمباثيتك فايبرز دي، على البلود فيسلز عشان البازو كونستريكشن. فهي البص يعني السمباثيتك فايبرز دي رايحه البلود فيسلز والجلاندز اللي في الاوربت اللي فيها مينلي طبعا اللاكريمال جلاند وكل الجلاند الميوكس جلاند اللي في النوز، والجرنه اللي تحتينا بلت وورانا الفانكس. في عندنا روت تالت هنا هون بتكون رايحه للسفينوبلاتين جانجليون، الا وهو سنسوري روت. ايه السنسوري روت ده؟ السنسوري روت ده عباره عن تو جانجليونيك برانشز اللي معلقين بالسفينوبلاتين جانجليون في المجزيلري نيرف. وطبعا الفايبرز دي بتاعه السنسوري فايبرز دي اللي ماشيه هنا هون في الجانجليون مش هتعمل ليه، فدي بس تو جانجليونيك برانشز معلقين لك الايه الجانجليون ل المجزيلري نيرف. ودي سنسوري فايبرز برضو معديه وزاويه ريلي جايبه السنسيشن منين؟ دي من نفس الاربع مناطق، من الاوربت والنوز وجارنا لتحت بلد ورانا الفارنكس. يا ترى بقى ايه البرانشز اللي بتطلع من السفينوبلاتين جانجليون؟ برانشز اوف السفينوبلاتين جانجليون. طبعا احنا اتفقنا المستهدف ايه؟ فايبرز تطلع على الاوربت. فالفايبرز دي بقى اللي طالعه على الاوربت دي اسمها اوربيتال برانشز. هتخش الاوربت ازاي دايما؟ زي ما انتم عارفين ايه اللي وصل التريجوبلاتين فوسا بالاوربت؟ الانفيرور اوربيتال فيشر. تروح داخله الفايبرز دي للاوربت عشان تغذي ايه ده هين؟ دي سبلاينج مينلي واهم حاجه اللاكريمال جلاند، زائد كمان سبلاينج البري اوستيوم اوف ذا اوربت. طبعا بالنسبه للفايبرز البري اوستيوم اوف ذا اوربت دي المفروض سنسوري فايبرز، لكن طبعا رايحه اللاكريمال جلاند دي حاجتين، سنسوري فايبرز مع باراسمباثيتك اكيد بوستنج انجليونيك فايبرز. بعد كده بقى في عندي برانشز رايحه لمين؟ للي تحت الاوربت. مين ده بقى؟ النوز، نيزل برانشز. النيزل برانشز دول بيتقسموا للاترال نيزل برانشز وميديال نيزل برانشز. اللاترال نيزل برانشز باينه من اسمها، اللاترال نيزل برانشز دي رايحه لللاترال وول اوف ذا نوز، وبيتقال عليها شورت سفينوبلاتين نيرفز، ودي اكيد سبلاينج اللاترال وول اوف ذا نوز. هنا عندنا ميديال نيزل برانشز بيتقال عليها لونج سفينوبلاتين، عشان دي بقى ايه؟ بتبقى طويله. لونج سفينوبلاتين. اللونج سفينوبلاتين دي اللي هي الميديال نيزل برانشز رايحه اكيد للميديال وول اوف ذا نوز. الميديال وول اوف ذا نوز ده عباره عن السبتم هنا اللي موجود في النص عندك اللي اسمه نيزل سبتم. نبص نلاقي في بعض البرانشز من الميديال نيزل دول بروحوا مكملين هنا هون، دول الميديال نيزل على فكره عشان ده اللاترال وول اوف ذا نوز ده اللي هو الريجولار ده، ده لاترال وول، فدي كلها لاترال نيزل برانشز. ده بقى النيزل سيبتم اللي موجود في النص، ودي الميديال نيزل برانشز.
ميديال نيزل برانشز، بتنها نازله لحد ما توصل نحو، تروح معديه في الانسيسيف كانال، باين هنا احلى الانسيسيف كانال، عشان البرانشز دي توصل للانتيرور بارت اوف ذا هارد بلت. يا ترى النيزل برانشز دي، النيزل برانشز دي بتوصل ازاي للنوز؟ ايه الممر اللي في التريجو بلاتاين فوسا، من التريجو بلاتاين فوسا للنوز؟ الخرم ده يا جماعه، ده اللي بيوصل ما بين التريجو بلاتاين فوسا والنوز. الخرم ده اسمه يا جماعه اسفينو بلاتاين فورامين، اسفينو بلاتاين فورامين، وعشان كده البرانشز اللي معديه فيه اسمها ايه؟ اسفينو بلاتاين نيرفز. فاللاترال نيزل دول اللي معديين هنا هون، دول اسمهم شورت اسفينو بلاتاين، ومعديين في الايه؟ في الاسفينو بلاتاين فورامين ده هون. ده بالنسبه للنيزل برانشز، لاترال نيزل لللاترال وول اوف ذا نوز وغزوه، وميديال نيزل للميديال وول اوف ذا نوز اللي هو النيزل سيبتم وغزوه، ويكملوا الاسفينو بلاتاين نيرفز دي اللي هي اللونج بقى، عشان كده اسمها لونج، طويله ماشيه مسافه طويله قوي، تعدي في الانسيسيف فورامين، تطلع تغذي الانتيور بارت اوف ذا بلت. بعد كده في عندنا بلاتاين برانشز. ايه البلاتاين برانشز دول؟ اكيد المشهورين دول اللي انت كنت واخد الخروم بتاعتهم في السكال. دي البلاتاين برانشز، تو بلاتاين برانشز جريتر وليسر بلاتاين برانشز. والجريتر والليسر بلاتاين برانشز دول هيمشوا ازاي من التريجو بلاتاين فوسا للبلت؟ بيكونوا ماشيين هنا في قناه اسمها جريتر بلاتاين كانال. الجريتر بلاتاين كانال ده هي ماشي فيها الجريتر بلاتاين والليسر بلاتاين نيرفز، ومعهم على فكره البيسز بتاعتهم، عشان يوصلوا بقى فين؟ الخروم اللي انت خدتها زمان اللي اسمها جريتر بلاتاين فورامين والليسر بلاتاين فورامين. جريتر بلاتاين وليسر بلاتاين دول رايحين يغذوا ايه؟ يغذوا الميوكس ممبرين. الجريتر بلاتاين طالع لقدام يغذي الميوكس ممبرين اللي مغطي الهارد بلت، والليسر بلاتاين ده راجع لورا يغذي الميوكس ممبرين اوف ذا سوفت بلت، وجريتنا الحلوه اللي المفروض تحتينا هنا اللوز بتاعتك اللي اسمها بلاتاين تونسيل. الجريتر بلاتاين برضو على فكره بيبعت برانشز تساهم يعني في تغذيه اللاترال وول اوف ذا نوز. بعد البلاتاين برانشز، جريتر بلاتاين وليسر بلاتاين ماشيين في الكنال بتاعتهم والفونامنا اللي متسميه باسمهم، في عندنا بقى فارينجيال برانشز. فارينجيال برانشز دي بتكون بقى راجعه لورا عشان توصل للفارنكس. ازاي بقى دي من السفينوبلاتاين جانجليون هتوصل برانشز لورا للفارنكس؟ لازم يمشوا في كنال، ماشي في كنال يا جماعه اسمها بلاتو فاجينال كنال، ودي لو تفتكر خدناها واحنا بناخد النورما بيزالس. فانت بقى من التريجو بلاتاين فوسا، من التريجو بلاتاين فوسا هيروح راجع لك في البلاتو فاجينال كنال البرانشز دي اللي اسمها فارينجيال برانشز، عشان توصل وتغذي النيزوفارنكس والاوديترو تيوب. النيزوفارنكس طبعا ده انتوا عارفين جزء الفارنكس اللي ورا النوز هنا هون، وفاتح فيها الانبوبه دي على فكره،
ده الاوبننج اوف ذا اوديتوري تيوب، فتحه في النيزوفارنكس. ويبقى دي التريجوبالاتاين او السفينوبالاتاين جانجليون. ودايما تفتكر البرانش بتاعتها ازاي، هو المستهدف انها تاخد الاخوات الحلوين اوربيتال برانشز للاوربت وبالذات للاكريمال جلاند، وبعدين لاختنا هنا هو في النص ما بين الاثنين اوربت نيزل برانشز، ففي لاترال نيزل وميديال نيزل. ماشي، النيزل برانشز دي كلها معديه في خرم، ده اللي اسمه سفينوبالاتاين فورامين. النيزل برانشز دي لاترال نيزل لللاترال وول اوف ذا نوز، وميديال نيزل للميديال وول اوف ذا نوز، وهما الاثنين على فكره بيتقال عليهم سفينوبالاتاين برانشز. اللاترال لوف زانوز عشان هيبقوا قصيرين يبقى اسمهم شورت سفينوبالاتاين، لكن اللي على الميديا لوف زانوز دول طوال وماشيين مسافه طويله اسمهم لونج سفينوبالاتاين. وبعدين ما تنساش البالاتاين برانشز بقى اللي هم جريتال وليسر بالاتاين، وما تنساش ورانا الفارينكس يبقى فارينجيال برانشز للنيزو فارينكس. ويبقى دي السفينوبالاتاين جانجليون. Thank you for good listening and good luck. نكمل بقى طبعا بقية الباراسمباثيتيك جانجليا في الفيديوهات القادمة.